اليوم راح نطلع على الـ Levelized أو نحكي عن الـ Levelized Cost of Energy. الـ Levelized Cost of Energy هي طريقة لتقييم إذا بدي أقيم أو إذا ميجر LCOE. إحنا بحاجة لطريقة أقارن فيها بين تكلفة الطاقة أو الكهرباء اللي بحصل عليها من جنريتر خلال حياة هذا الجنريتر خلال حياة هذا المولد، سواء كان هذا الجنريتر شو ممكن يكون هذا الجنريتر اللي بعطيني طاقة كهربائية أو طاقة أو خلينا نقول طاقة كهربائية، شو ممكن يكون طريقته أو الفيول اللي بيشتغل عليه؟ ممكن يكون غاز مش هيك؟ ممكن يكون ديزل، ممكن يكون كول مظبوط، ممكن يكون رينيوبل، يعني هذا هون انواع مختلفه. كل الانواع اللي ذكرناها من هون سولار بي في ويند كل الانواع هذول انا بدي طريقه اقارن بين هذول الانواع وما بدي اطلع بس على الكوست تبع الفيول. هذا نظرة قاصرة اني اطلع على الكوست تبع الفيول، بدي افكر بشكل عام انه هذا المصدر اللي بده يولد لي طاقة، ايش الطاقة اللي راح يعطيني اياها؟ لما بقول انا ميجر قديش ثرو اوت اتس لايف تايم، شو راح يعطيني؟ انه هو راح يعطيني انرجي شيك راح يعطيني هاي خلال حياته كلها لايف تايم، هون ركزنا على فكره لايف تايم. ما بطلع على فباخذ العمر الافتراضي لهذا المولد بعين الاعتبار، فبطلع على كل الفتره التوليديه ايش الانرجي كميه الانرجي اللي بعطيني اياها، قديش التكلفه اللي كلفتني حتى اقدر اخذها واقدر اقارن بعدين ما بين مصدر ومصدر ثاني. في شيء مهم ثاني كمان انه انا باخذ بعين الاعتبار انه انا الاموال او الانفستمنت اللي بحطها اليوم مش نفس الاموال والانفستمنت اللي بحطها بعد سنه، مش نفس الاموال والانفستمنت اللي بحطها بعد 8 سنين، مزبوط؟ ولذلك ايش حطينا هون؟ نت بريزنت كوست تبع اليوم. قديش انا بكلفني هذا المصدر، وبقدر اقارن بين مصادر مختلفه من الطاقه. اذا الابلكيشن تبعه تطبيقاته او الابلكيشنز او اليوسز تبعته ممكن استعمله لتقييم الانفستمنت، انفستمنت بلاننج. ما هي الابلكيشنز تاعت ال سي او اي؟ هاي احد الابلكيشن، اول ابلكيشن، فانا عمالي بقول انا بدي اخطط لمشروع حتى اشوف هذا المشروع مفيد او غير مفيد، بدي اخذ بعين الاعتبار الزمن، مش هيك؟ مش لازم اخذ بعين الاعتبار الزمن الافتراضي، هذا المشروع مثلا ممكن يكون 20 سنه، هذا المشروع 15 سنه، هذا المشروع 30 سنه. فما اقدر هون اعمل نوع من الانفستمنت بلاننج، بخطط وبقيم انه هل هذا المشروع رح يكون مجدي او غير مجدي، قديش رح يكون تكلفه اليونت. والشيء الثاني بيسمح لي ال سي او اي، ايش كانت الشغله الثانيه حكينا عنها قبل هالمره هاي وناقشناها في الاسبوع الماضي، ايش فائده ال سي او اي؟ تكلفه البيع، بعرف تكلفه البيع، بعمل بعرف تكلفه البيع، تمام. اذا ممكن انا اقارن بين شكل من اشكال الطاقة والشكل الثاني تكلفته، إذا comparison
هون بالانفستمنت بلانينج بقدر اقرر قديش انا ابيع اليونت. اليونت هاي اذا بدي ابيعها عمالها بتكلفني فعليا مثلا 6 سنت لكل كيلووات اور، فلازم لما اجي اقرر اوقع عقد لازم اكون ماخذ بعين الاعتبار قديش ال LCOE لهذا المشروع. او بقدر اقارن بشكل سيستماتيك بشكل منهجي ما بين مصدر من مصادر الطاقه والمصدر الثاني مصادر الطاقه. متذكرين حكينا مثلا على سبيل المثال اذا متذكرين حكينا 18 سنت لكل كيلووات اور سي اس بي، تمام؟ يعني تقريبا 18 16 بهذه الحدود. عمالي انا بقول انه من الكونسنتريتد سولار باور الباور ممكن ليفلايزد كوست اوف الكتريستي يكلفني من هذا 18 سنت، لكن هذا على فكره ما اخذش بعين الاعتبار شيء. لو انا قارنت هذا بمثلا بالبي في، بي في ممتاز، لو قارنته بالبي في مثلا وقلت 6 سنت بير كيلووات اور، في هون شيء هو ما اخذه بعين الاعتبار. ايش هو؟ اللي هو قديش بنتج المشروع تبعك، قديش بعمل، قديش بنتج المشروع تبعك. يعني هسه الافشنسي لو المجال الكبير للسي اس بي صح يكوست اعلى، بس هي بتعطيك ماشي اوكي. بس في شيء انا كنت مفكر فيه اكثر من هيك، تكلفه المشروع الاساسيه، التكلفه الاساسيه رح ناخذها بعين الاعتبار، بس هل المقارنه هاي مش رح تاخذ في شيء؟ انا عمالي بقول ما رح يبين على الاطلاق هون الديجريديشن، يعني مش بتصير يتراجع مفروض تاخده انت، مفروض ال LCOE ياخده. يعني راح تقول انت انه في السنه الاولى بتنتج هالقد، السنه الثانيه بتنتج اقل، السنه الثالثه بتنتج اقل، وراح يبين معك في ال LCOE. جيد، نقطه مهمه. ايش بقول؟ هو بقول انه هذا الجهاز او هذا السيستم راح يولد كميه في السنه الاولى، ممكن يولد كميه اقل بالسنه الثانيه والثالثه، اللي هو طبيعه البي في، مش هيك؟ نعم ايوه تفضل. هيك انه الافشنسي تبعت السيستم تبعك بتقل كل ما مر، مفروض اني اخذها بال LCOE، مفروض ال LCOE ياخذ بعين الاعتبار الديجريديشن. اللي ما باخذه مثلا هون بعين الاعتبار، انا كنت افكر فيه انه في عندي ستورج بهذا السيستم، وهذا السيستم ما في ستورج، هذا ما راح يبين له كوست هون ولا راح يبين انه له فائده، ففي اشياء ما راح يقدر ياخذها بعين الاعتبار ال LCOE، في له ديس ادفانتجز. بس هون عندي التطبيقين انفستمنت بلاننج، فانا بقدر اطلع على هذا المشروع، بقدر اقرر قديش السعر اللي ابيع فيه، ما لازم انزل عن هذا السعر اليونت الكيلووات اور. والشيء الثاني بقدر اقارن بشكل منهجي سيستماتيك، يعني هون سيستماتيك كومباريزن بين التكلفه السورسز الالكتريستي من مصادر مختلفه، من كول وديزل ونيوكليير وبي في ويند الى اخره، وراح ياخذ هذا بعين الافشنسي، بعين الاعتبار الافشنسي تبعت السيستم، راح يقول لي هذا السيستم حطيت فيه فيول هالقد ما طلع ليش غير هاي القيمه، راح ياخذ الديجريديشن اللي انت حكيته بعين الاعتبار مثلا، راح ياخذ كمان فترة الزمنية للمشروع ال LCOE بعين الاعتبار. اذا هذول من الاشياء راح ياخذهم، لكن في اشياء ما راح ياخذهم بعين الاعتبار.